أحمد، ما الذي يجري في الجليل الأعلى؟ هل اتضحت الصورة بعد أن دوت صفارات الإنذار في 7 مناطق في الجليل الأعلى؟ يعني بالفعل قبل قليل دوت صفرات الإنذار في الجليل الغربي، من بين المناطق التي تدوت فيها يحيى، عرب العرام، شيعرة، حنيتة، وأيلون ألون، وأيضا أدميت، وهذه من المناطق الواقعة قرب الحدود مع لبنان، وعادة ما يتم استهدافها بالصواريخ المضادة للدروع أو صواريخ الكاتيوشا أو حتى بالمسيرات. هناك حالة من التحدي للسلطات الإسرائيلية للتعامل مع هذا النوع من الأسلحة، المسيرات المفخخة التي تنجح بالتجاوز تجاوز الحدود، ولكن حتى هذه اللحظة لم تتضح بعد الصورة إن كانت بالفعل مسيرة أم إنذار كاذب، أو إن كانت هذه المسيرة قد استهدفت مكان في الجنة الجليل الغربي أو في المناطق المستهدفة. وعليه نتحدث عن استمرار دوي صافرات الإنذار في هذه المناطق خشية من تسلل مسيرة، وفقا للجبهة الداخلية الإسرائيلية. وحتى هذه اللحظة ننتظر تأكيدا أو تحديثا بشأن هذا الخبر. فيما يتعلق بالاستعدادات الإسرائيلية، قائد فرقة الجليل الفرقة 91 وقائد الفرقة 146 التقيا برؤساء السلطات المحلية في المناطق الشمالية، وأكد أن الالتزام للجيش بتغيير الوضع الأمني في هذه المنطقة، إضافة إلى إطلاعهم على التقييم الأمني والوضع الأمني على هذه الحدود، واستمرار القتال مع حزب الله في ظل محاولة الجيش إطلاع الإسرائيليين على هذه المعلومات، وتحديدا رؤساء السلطات المحلية المسؤولين عن توفير أو فتح الملاجئ العامة أو حتى عن توفير مستلزمات بلداتهم. نسمع حاليا أيضا حركة نشطة للطائرات الحربية منذ صباح هذا اليوم، هناك حركة نشطة لهذه الطائرات، لا نعرف إن كانت بسبب المسيرات المفخخة أم بسبب محاولتها قصف أهداف في الجنوب اللبناني، ولكن لافت منذ صباح هذا اليوم يحيى هذه الحركة النشطة لسلاح الطائرات، ونتحدث هنا على الأقل عن سلاح F-15 أو طائرات F-16 التي تنشط في سماء الجليل الأعلى والجليل الغربي. هناك حالة من الانتقاد للجيش الإسرائيلي خصوصا بما يتعلق بحادثة الأمس، حادثة عدم التصدي للمسيرات لليوم الثاني على التوالي. وفي تقرير لصحيفة دعوت أحرنوت أشارت هذه الصحيفة إلى أن حزب الله بدأ يتعلم من أخطائه ويستخلص العبر ويحاول التحايل على منظومات الدفاعات الجوية الإسرائيلية من خلال هذا القتال المستمر منذ 6 أشهر، إضافة إلى أن الحزب لم يستخدم أكثر من 5% من ترسانته العسكرية. أشار التقرير في الصحيفة الإسرائيلية إلى صواريخ بركان، صحيح بأن حزب الله استخدمها في السابق هذه الصواريخ، ولكن في الأيام الأخيرة يلحظ بأن حزب الله بدأ يستخدم الصواريخ التي تحمل يعني مواد متفجرة بكميات أكبر وحتى 500 كيلو جرام، وهي التي تحدث تدميرا في البنية التحتية، وأيضا هي قادرة هذه الصواريخ على اختراق الملاجئ المحصنة وقادرة على إيقاع أضرار في هذه الملاجئ. وعليه في ظل التقديرات بأن حزب الله فقط استخدم 5% من ترسانته العسكرية، في ظل استمرار هذا التوتر، في ظل أيضا استمرار إسرائيل في تنفيذ اغتيالات في الجانب اللبناني وإجلاء ما لا يقل عن 80,000 من الإسرائيليين من المناطق الحدودية، يتوقع أن يرتفع هذا التصعيد على هذه الحدود في ظل ربط ما يجري هنا مع العملية العسكرية في قطاع غزة وحديث إسرائيل عن توجهها إلى رفح. ونذكر بأنها عندما ذهبت إلى خان يونس احتاجت من الوقت قرابة 4 أشهر منذ ديسمبر الماضي وحتى هذا الشهر حتى تنهي العملية العسكرية في خان يونس، ويتوقع أيضا إن ما ذهبت القوات الإسرائيلية إلى رفح أن تستمر لمدة طويلة، كلما استمرت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ستستمر الحالة الأمنية على هذه الحدود مع لبنان، وهذا وفقا للتقديرات الإسرائيلية في ظل رفض حزب الله أي وقف لإطلاق النار أو حل الأزمة على هذه الحدود دون وقف القتال في قطاع غزة.